There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. غنبدا معكم فيديو من الصباح اختي. دابا راه غنمشي نفطر. المهم دواش شعري ما غنشفوش حيت غنمشي للصالون باغا ندير تكون الشوف للمنياتور التغيير خصني. داكشي علاش انا صبغت شعري بديت كنفتحو بشويه بشويه. اليوم غتشوفوني شنو باغا ندير. ندوزو معايا هاد النهار اليوم ما خدامش. ندوزو النهار ان شاء الله ما بين الدار الصالون. فطرنا جمعت معاهم شويه عرفتو. شوفي غير الوقت اللي خرجت لدابا شوفوا شعري نشف باش كتعرفوا الحراره اللي كاينه. ما لقيتش باندات صغيره هاد الفيلم مجمع ليا والو. نقول لي شكوني بحالي دائما بانداتها مضرين حتى كنبغي نخمل عاد كنلقاهم اما تحت من السدادر تحت من الناموسيه اولا فشي بلاصه اولا فشي ساك دائما مضرين. هنا وصلت عند بسمه. اول حاجه درتها درت حجباني صوبتهم درت الخيط لوجهي وصبغتهم. شوفوا الصباغه اللي كدير ليا البنات الكاملين اللي هنايا كيديروا ميلونج باش كيجيني زوين كيشد ليا واحد المده وما كيجيش فونسي بزاف. الفورم راه انت كتختاريها. انا ما كنبغيش داك التقويصه وكنقول ليها القدام بحال تمشطهم باش يجيوني خفافين. والصراحه كيبانوا فني ما كيبانوش نهائيا مصبوغين. عندكم النهار الاول اللي كيبانوا شويه كتهني اختي كتفيقي جميله حيت كتعرفوا الحجبان كيعطي واحد الفورمه للعينين والوجه خصوصا الا كان الوجه منقي. اليوم درت الخيط. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني باش كتحيدي الشعر اللي في وجهك كندير الخيط. صراحه كان مره كندير لاسيغ مره الخيط ولكن اكثريه هو الخيط. ايوا هنا اختي جينا نديرو ليماج غنبدلو لولوك خليكم حتى الاخر ضروري اختي محتاجه رايكم تقولوه ليا. ماشي محتاجه كنبغي غير كنسمع رايكم انتوما اختي حنا عائله مع بعضينا. المهم خلي ما تشاورتش معكم ما قلتش لكم راني غنمشي نديرو ولكن صافي راه كتعرفوا حنايا كتجينا ديك كتتصمي على شي حاجه صافي واخا كتعرفيها ما عرفتش تجي معاك ولا لا. عرفتوا لي ماش صعيبه باش تقبليهم من المره الاولى ولكن انا اختي حبيتهم وتقبلتهم جاوني خفافين وزوينين. الصالون كان عامر كنت بغيت نصوره منكم هكا لداخل ولكن جاني عامر كاينه الاضاءه لداخل حسن قلت صافي نصور لكم في الطوموبيل. ما عرفتش كيبانوا مزيان ولا لا. المهم انا اختي عجبوني قولوا لي رايكم قولوا لي. شوفوا هنا اختي انا مخطوفه والله العظيم مخطوفه. اللي عارف دارنا اختي مشي عيط ليهم ها شكون اللي خاطفني. فين غادي بيا يا خويا فين غادي بيا عرفت شي راه لفتنا ليسانس فا غادي نطرق جديده ما عرفتش غادي بيا فين نقول بصح ما بغاش يقول لي فين غادي. قلنا نخرجوا ناكلوا شي حاجه غير هنا قريب تلقيت راسي غادا في فين اقول قول شي بلاصه قول لهم شي راسك غادا في واحد الطريق بعيده طريق بعيده عرفتوا شوفوا الليل والخلا. المهم ندير خصي درت هذا الفيديو ولا تخطفت ولا غبرت عليكم عارفه شنو كاين عارفه شكون السبب عارفه شكون السبب. هاد البلاصه كنا جنينا واحد المره ماشي انا فكتي باغا دير ديك الماكازا جيت معايا جيت معاك بلاتي وختي بلاتي واش هنا فكتي باغا دير واحد الماكازا شحال هادي اكثر من عام جيت انا وياك جيت انا وياك والله ما عقلت بصح والله ما عقلت جيت انا وياك حسني هادي ماشي حسن الولفه الولفه جنا اللوز الولفه الولفه بلاتي خصني نراجع عليكم. حيت البلاصه فايته جيت لها جيت واحد المره انا وياك وامين جابني خصني نشوف شي بلاصه ما عرفتش اذا اشعل زوين. شوف اختي ولفتوني انا شابه ولا باقي كي جاتني شاري كي ولا راه عمر شاري عبدو كي جاوني لي ميس صراحه جاوك زوين ياك اول مره كتقول لي جاك شي لون زوين ياك وهانتم اختي راجع ما مسمومش واحد الفيديو قلت لكم راه مسموم كان هو ما مسمومش. شاركت معكم الكواليس والله ما في خباري شي حاجه كنشارك معكم الحقيقه في الدقيقه. داكشي اللي كاين صافي كنخلي لقطات ماشي مشكل نتوما العائله ديالنا. المهم هنا جينا غير كناكلو قال لي عبدو نمشي ناكلو شي حاجه شي بلا هكا. انا كنت مشاهيه الاكل الشرقي صراحه مني مشينا ما لقيتش المقبلات وانا كنحمق على المقبلات صافي قلت لي بلاش. المهم بدلنا خدينا هاد لي بلا كليناهم تما وجبنا معنا حتى للدار حتى الماما زعما ومرات خويا وامير. احنا راجعين دابا للدار اليوم ما صورتش لكم بزاف ولكن غدا ان شاء الله غنبدا معكم فلوق من الصباح غنخرج ماما هكا شويه تمشي تشوف الطبيعه العروبيه. حتى الطبيب قال لي مزيان تمشي تشوف الطبيعه. نقدر نشارك معكم شويه هكا لقطات اما هي غنخليها مسكينه ترتاح فريمون تمشي ترتاح قال لي مزيان تجلس في الطبيعه مزيان هكا يتمشى فيها مزيانه للنفسيه ديالها وهادشي غنديرو غدا ان شاء الله. البارح في الليل انا وعبدو بدلنا ثاني الحطه بدلنا الراس ديالنا موسي هنا وغتجي عندي السيده غنخليها تصاوب تصاوب لي الدار وداكشي وعاد نخرجوا ان شاء الله. المهم بقيتوني دابا يلاه فقط غنوجد غير حوايجي راه
ديجا جبتنا موسيا وكل شيء بدو حجبتها في الليل ونعسمت وانا بعرفي خاصة تبوى تدخل شوية الطاقة الإيجابية. درت هاد اللوينات نعم تغيير بسيط وصافي. دابا نهد البوك ديالي ونمشي نغسل وجهيه ونفيقو شوية باش نشدو الطريق. دابا راه باقي الحال فقنا بكري يوم الحد فايقين يوم السبت من البارح نتنقول اليوم تيجيني بحال ما حتى انا مخدمش الجمعة كيجيني الجمعة هي السبت والسبت هو الحد. المهم دابا غنمشي نغسل وجهي وندير ليكخون ديالي ونجيو باش نبدلو حوايجنا. عرفتو هاد اليامات وجهي كيصبح ميد من حيت انا عندي لابو ميكست. هادشي علاش خديت هاد الجيل نيتوايون نيوديم هذا ديال لابو غراس او ميكست. هنايا هاد لازون هنايا نيفي عرفتي كيفاش كيصبح ضروري خصني نفيق نغسل وجهي. هذا كنغسل بيه في الصباح وفي الليل ملي كنرجع من الخدمه كندير ماكياجي ضروري كندير ثاني واحد الغسله جوج مرات في النهار. اليوم الصراحه كاين الجو ديال الشتا بان ليا يا كيروميسه الجو ديال الشتا تاع عبدو قالها ليا قال لي الجو ديال الشتا كاين ضروري ليكرون ضروري اختي حمايه واخا يكون البرد واخا يكون الشتا غندير غير شويه وغندير معايا فكرين هاد الزوج صاك صافي. درنا الحمايه دابا غندير غير شويه ديال الفراج وماسكارا وراه كيا خفيف. حجباني ديجا صبغتو البارح في الصالون يعني ما كنلقاش فيهم تهنيت منهم. رميسه كي جاتك ليكرون مزيان تا رميسه خديت لها وحده ما صورناش معاها خديت لها وحده كي جاتك جات زوينه كتبانش ايكرون كتبان بحال شي فون دو تخفيف كيش ديك اللمعه اللي خايبه وكتادابط مع البشره ديالك. ايوا قلت ضروري غنخرجهم هذا الويكاند ما خداماش ضروري حيت ما بقاش اليوم بزاف غادي يمشيو يخليوني اختي بوحدي يخليوني بوحدي. قلت ضروري السيمانه كامله وانا خدامه ضروري هكا ملي نجلس نخرجهم. نخرج ماما تاهي ولات شويه كتمشى شويه نخرجها مسكين. شوفوا حنا كلشي مريض اسبيجيك هادو لي هادو لي غريب كلشي مريض عصام مريض عبدو مريض وما جيتش لابسه مزيان ما هزيت لا جاكيطه لا والو. قال لي عبدو راه غتكون الشتا اختي ما تيقتوش. قلت لي غتكون غير في الاول من بعد غادي طلعت الشميشه غادي يكون الجو زوين. ها نتوما كنصور لكم السما كيفاش دايره يعني الجو غيكون ديال الشتا ما لابسينش مزيان لا انا لا رميساء لا حتى شي واحد. امير جاي مصيف رميساء مصيفه مازال بنيته هزينا لها هكا حويجات كتبغي تبدل. قلت لماما ورميساء دابا مشكل الا بغيت انا نبدل الدار راكم عارفين كنقلب على شي دار ان شاء الله ما غنقدرش نبعد عليكم. انا باغا نبعد باغا نسكن حدا الخدمه واختي ما غنقدرش خصوصا دابا ولفتكم. المهم هنايا حدا العربيه فين مشينا الا الناس كيسولوني على الفيرما جات في بير جديد ما بين بير جديد وحد السوالم هنا قريبه فين كاين عبدو في الدخله اللي غنطلعوا الفيرما كاين هاد مول الشفنج هنا كيدير واحد الشفنج خطير بينيه هنا خدينا حتى المسمن كان يلاه كيسخنوا لينا وعنده واحد الخرينغو فن خرينغو البنات اللي ما كيعرفوش وتشور كل مره كل بلاصه شنو كيقولوا فيها. انا كيعجبني يكون مقرمش ماما راه كتحمق على الشفنجات جينا كنفطروا بهم هكا واخا اتاي كان حلو معرفش اختي مالين الشفنج علاش كيديروا اتاي حلو انا بغيت غنعرف. ايوا صافي قال لنا واش نكوموندي لكم من القهوه ولكن غيتعطل واحد نص ساعه وحنا اختي كنا زربانين قال لنا نص ساعه حتى 20 دقيقه قال لي صافي خوي لينا الحلو خوي لينا نحليو. ايوا غنفطروا نمشيو ان شاء الله. عرفتوا هذا الصباح داز ديال الراحه فريمون ديال الراحه فطرنا مشينا شويه للعروبيه جلسنا شويه ماشي جلسنا نعسنا كلشي نعسنا فتستفنا انا وماما ورميساء نعسنا الفوق في الدار وعصام نعس في الطوموبيل هو وعبدو قلنا نعسو غير شويه نعسنا نعم انا ما نعستش انت ما نعسيش صافي ولا حنا نعسنا شحال نعسنا شي ساعه ونص واخيرا شي ساعه ياك رميساء مع 12 ساعتين عرفتو شي ساعتين ساعه ونص اللي نعسنا مرتاحين بغينا واحد لوكان واحد الراحه نفسيه ما كندير والو ماشي شي حاجه سبيسيال يعني داكشي عادي ولكن هذيك البساطه كتجيب لك بحال الراحه. كنت بغيت نصور لكم شويه الاجواء عرفتوا الخوينزه شحال لعبات شبعات اللعب هي وامير وكانت الشتا كنقول علاش نعسنا رميساء كان البرد والشتا ياك كنا بغينا نديرو كليسه في زعما في الوسط حتى الربيع وداكشي مشينا عوانين عليها ومن زهرنا كانت الشتا الحمد لله عليها الحمد لله كلشي مزيان. ايوا صافي كنا نتغداو تما نديرو شوايه وداكشي وما كتبش صافي بدلنا البروغرام جلسنا تما نعسنا ضربنا دويره تشججنا شويه فوجنا ودابا ماشيين لحد السوالم غنتغداو من تما شدو الطريق لكازا ياك السي عبدو ان شاء الله شنو نمشيو نديرو فحد السوالم شنو نتغداو شنو نديرو في الغدا شنو نشطو تمشيط
انا واحد صاحبتي دائما كنقولوا تشنشيط زعما هو الشوا حتى نتوما قال الناس ديال كازا كنقولوا تشنشيط نمشي اختي نشنشطو. المهم خرجوا ماما شويه تبدل هكا الجو صراحه عجبها الحال الصباح ما دارتش شي حاجه كثيره ما تمشاتش هي بزاف ولكن ارتاحت بحال نعسات شويه وجلست شويه في الطبيعه ملي طاحت الشتا طلعنا للفوق ايوا نمشيو دابا نتغداو رميسة براء عصام ويل أمير دير شطيحة رميسة دير شطيحة براء براء دير شطيحة دير شطيحة هاك هاك شطيحة شطيحة براء ياسين أيوة براء للا براء ياسين هيا هيا كيعجبني حد السوان بالاجواء ديالو ماشي غير الماكله وصافي يعني الشوا فين ما مشيتي كتلقايه ولكن هنا الاجواء عرفتي الشطيح واخا تكوني طالعه عليك الدم ياك براء شنو درتي براء شنو درتي درتي شطيحه براء درتي شطيحه براء هذوك الناس اللي كيغنيو خافت منهم في الاول ملي كيكونوا بعاد كتشطح معاهم فرحانه كيقربوك تبقى تغوص ياكي ها شكون دار شطيحه براء شكون دار شطيحه ماما فوجتي ياكي شويه بعدا ايوا بصحتك وراحتك صراحه قلت لكم هذوك الاجواء كتكون زوينه كتشطحي شويه كتغني كتجلسي مع العائله اجواء عائليه مني كتكون طريقها كطويله اولا برا المدينه ما كينفع اختي غير الشعبي هو اللي كينفع كنفوجوا على راسنا نفوجوا على بعضياتنا كندير لهم اجواء هكا نضحكهم اختي زعما اش نقول لكم شي حوايج اللي هما بساط ولكن راه كيفوجوا على القلب كيبقى بنادم ساهل وشاد التليفون خصني نشطحوا مع بعضياتنا هكا شويه صافي هنا كنشارك معكم الجو كيفاش كان هذا الفيديو كنصور لكم كان نهار السبت الناس ديال كازا والنواحي ديال كازا راه كانت الشتا كان الجو مغيم عبدو دخلني شان اختي الحدادة جاي في الطريق وقال لنا ضروري غنديرو واحد البريوات ديال اش عبدو ديال الروز ديال الروز هادو البريوات كديروهم اكثر في رمضان ياك ولا بلا رمضان بلا رمضان انتم خدا الورقه انا جيت مع اللقطه يلاه داخد هاد الورقه ديال الفيلو شحال من ورقه درت جوج ورقات ديال الفيلو دار ليهم الزبده ها هي الزبده حيوانيه مدوبه وهنا شنو عندك الروز مع الروز مع السلوق مع ايش
العطريه ديالو. شنو العطريه؟ خصني حتى ندير عليها فيديو ياك باش ما نحرقش لك الوصفه. اي شوف الشاف ولا في الحسابات. شوفوا ورا زربان جاي مشهيهم ياك مشهيهم في الطريق. مشهيتهم شحال هذا؟ المهم شوفوا انا اللي عارفه كيكون اللوز مسلوق وكيدير معاه السكر كيدير معاه القرفه وما زهر يمكن حتى هو اللي ما كانش قول لي لا ما كايناش. واللوز كيهرمش اللوز بحال هكا. انت دابا فرشتي كلشي؟ انا فرشت كلشي شتي المتتبعات ديالي المتتبعات ديالي نقول لهم صافي كيرقروا ليا بحال هكا نورمالمون هما كيتقلاو. حنا غادي نديروهم في الفران ونعسلوهم باش ما نقليهمش بالزيت. صافي كاين ورقه د الفيلو كتجي في الفران زوين. ولكن انت ما درتيش بريوات شنو درتي بحال الشكل ديال البطاطا ولا دابا غنبيناهم شويه. صافي صافي غيبقى يستفهم بحال هكا دهنهم من الفوق بالزبده. البنات بالنسبه للحشوه اللي قلت لكم هذه ديال الرز لا تعبدوا نوريهم من اسرار راه فيها حتى نيدو باش كتجي معلكه وكتجي بنينه. صافي كيستفهم بحال هكا كيدهنهم بالزبده ويدخلوهم في الفران على 180 درجه ياك من الفوق ومن التحت. 160 باش الورقه كتقرمش كطيب من الداخل وكتقرمش ما كتجيش ما طيباش اولا معجنه. المهم هذيك الفكره الا بغيتو ما تقليوهمش تقدروا ديروهم بريوات غير هذه الطريقه سهله ياك كتلوي كلشي في الطرف كتجي زوين احسن من الورقه. هانتوما دابا دار الورقه الاولى دار الزبده عاد فرش الورقه الثاني. بس غير نشارك معكم هكا الا تشهيتوهم ولا هاد الطريقه تقدروا ديروها حتى في المالح تعمروا مثلا كفته فيغميسيل كديروا بحال هكا ساهله في الفران وتقطعوهم تقطعوا شويه قبل ما يطيبوا باش ما كيتهرسوش ليكم. ورقه الفيلو كتهرس مني كطيب. الله يعاونك الشاف. امين. كيجيو فنين ومقادين. شوفوا الحشوه هادو بريوات زعما حلوين. بريوات فركسين حلوين. شوف كيفاش كيجيو ساهلين كيجيو لذادين. تبارك الله عليك يعطيك الصحة. دزنا للدار عند ماما كانت خاصها تهز شي حوايج ديالها وجينا لهنايا. مهم درنا الكوتي شربنا اتاي مبقيت صورت معكم والو حيت ملي كنمشي كنخرج كنشوف الطبيعه كنبدلو شويه الجو كنحس براسي ترخيت والله العظيم. خصوصا اليوم كنت انا مكيناش في الدار وقلت للسيده تجي عندي حيت ما جاتش هاد الايامات عرفتش منعاودش لكم. الرحمه الله يخلي لها صحيح. حتى جيت لقيت الدار فريمون كتشعل تطحت لي في بالي كنت غنخليها حتى لغدا. قلت غدا حنا كاينين في الدار اللهم تجي اليوم ما كاينينش. هي كتخدم على خاطرها كتشق على خاطرها ما كنبرزطوهاش. وتا انا مني جيت عرفتي حد راح نفسي قلت يا ربي بغيت الدار تبقى بحال هكا. المهم سمحوا لي الاضاءه راكم عارفين بيت الناس عندي اضاءه ناقصه في الليل خصوصا في الليل. مازال بالنهار كيكون الضوء ديال برا كيكون الصوره واضحه. كيصيفطوا لي البنات في انستغرام نوال ما صورتيش لنا ردات الفعل ديال الشاف عبدو اشنو قال لك هاد المره على لي ماش. راكم عارفين فين ما كتقطعي شعرك اولا كتدير شي تغيير ما كيعجبوش الحال كنشارك معكم دائما. ولكن هاد المره والله العظيم غير هاد المره بوحدها يمكن ولف. شوفوا اما بغى يدير ليا خاطري ولف حيت هاد الايامات كثرت عليه زعما هاد مؤخرا واما بصح عجبو قال لي جاك زوين. قلت ليه زعما بصح بقيت كنتاكد بصح جاني زوين. قال لي لا جاك زوين. صافي المهم هادي ردت الفعل كانت بسيطه وكان شي حاجه نقولها لكم. هادشي ما كان دابا غنمشيو نعسو حيت غدا ان شاء الله غنمشي نوجد بعدا حوايج حمام. غدا ان شاء الله غندي ماما الحمام اول تحميمه ان شاء الله مورا المرضى. ما كانش كتقدر براسها قالت لك ما تقدرش على شي بلاصه هكا دي بلاصه اولا تكون سخونه. صافي هي اللي بغات دابا غدا ما خداماش وغنديها ديها تحمحم. انا يلاه درت حمام زعما هكا كوماج وكلشي غنديها غير هي غنديها غير عند بسمه. علاش؟ حيت بسمه كيمشيو عندها العيالات كيكونوا حاملات اولا كيعندهم مشكل في الراس وداكشي حيت كتسخن لك القياس اللي بغيتي كتحكم في السخونيه. الا جاك سخون كتنقص لك جاك بارد كتزيدك فهمتوا. واحد المره نيت مشيت لقيت واحد السيده كانت حامله عام قبل مني وكان بارد شويه ملي دخلت انا سخنات لي اكثر وشرحات لي قالت لي راه حيت كانت السيده حامله شوف اذا كتمشي وكتجي. المهم نخليكم هنايا تصبحوا على خير.